قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على ليندا تطمنا على حاله الطقس وكمان نتعرف منها على اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شازلي. صباح الخير جمانة. صباح الخير عليك يا ليندا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وانت طيب يا شازلي. كل سنه وانت طيب. يا شازلي بالنسبه لحاله الطقس الحقيقه لسه في ارتفاع في نسبه الرطوبه وده بيزود الاحساس بحراره الطقس. النهارده كمان في زياده شويه بسيطه في درجات الحراره. امبارح القاهره سجلت 34 النهارده بتسجل 35 مع رطوبه. مع رطوبه اتفضلي. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه والبدايه كالعاده هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.85 اما الشراء فسجل 18.74. اليورو البيع سجل 19.85 اما الشراء فسجل 19.73. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.94 والشراء سجل 22.78. الفرنك السويسري البيع سجل 19.84 اما الشراء فسجل 19.71. هنروح لليوان الصيني. البيع سجل 2.81 اما الشراء فسجل 2.79. الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه و20 والشراء سجل 4.99. الدينار الكويتي البيع سجل 61.57 اما الشراء فسجل 61 جنيه و5 قروش. الدرهم الاماراتي البيع سجل 5.13 اما الشراء فسجل 5.10. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب فعيار 18 سجل 849 جنيه للجرام أما عيار 21 فسجل 990 جنيه للجرام وعيار 24 سجل 1131 جنيه للجرام وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7920 جنيه. النهاردة الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وفي ارتفاع في معدلات الرطوبة الصبح وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بمعدل درجتين لثلاث درجات لكن بالليل الإحساس بحرارة الجو هتقل عشان في نشاط للرياح أحيانا على بعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40 وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 29. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية.